خديجة جاي ارتست بانت خديجة معهد وطني الفنون الجميلة. طبعا هذه أول مشاركة لي بعد التخرج في إطار شراكة المعهد بالجاليري بالجاليري كانت ومعهد سيرفانتس طنجة. الأعمال ديالي اللي كنقدم اليوم هي نتيجة أو استمرارية لواحد البحث ديال التخرج، واللي قدرت من بعد التخرج ديالي انني نطور بعض الافكار ونوصل لهاد النتيجه هذه. وانا كنشكركم، شكرا. تواصل ديالنا، نرحبوا بكم في افتتاح النسخه الاولى ديال ام بي اي انوفيشن. الفكره اللي تولدت مع اساتذه اكاديميين معروفين شرف الدين مجدولين. هذا المعرض اللي العنوان ديالو من العين هو خاص بمجموعة ما لا نتحدث عن جيل واحد من خريجي المعهد الوطني للفنون الجميلة، ولكن مجموعة أجيال التي أردنا أن نقدم من خلالها أسلوبا جديدا وتقنيات جديدة ورؤى جديدة، لا نقول طارئة على المشهد الفني، ولكن نقول مختلفة في تعددها، في موضوعاتها، في طرق اشتغالها، ومختلفة كذلك في اختراقاتها، أي في الاختيارات التي قد تبدو غير معهودة وصعبة في حقل صعب الآن أن نبني فيه اسما. ولهذا هذا المعرض محاولة لربط مؤسسة ذات طبيعة أكاديمية هي المعهد الوطني للفنون الجميلة برواق فني للبيع اللي هو رواق كانت، ورواق ليس للبيع ولكن لصناعة أحداث ثقافية اللي هو مع رواق الفني لمعهد سيرفانتس.